الو ساخي النار معك لو سمحت النار معك قوم اثنين فراخ ثلاث سلطات كبار وكثر السلطات ورسل الحاجات مع سالمة خليك يا باش شكرا يا سالم يا حبيبي ما كان في الدنيا ضيق ومظالم بس لو نسمع مرة سالم أيوة سالم ده من زمن حالم بس لو نسمع ليش ما نسمع مرة سالم أيوة سالم ده من زمن حالم طيب ونزاهة حنان ومكار يا ريت العالم يشبع سالم مرقيقة عنده ومرقيقة ما عنده مبدس الجول ما بخاف من زول مبدس الجول ما بخاف من ظالم لو نسمع مرة كلامه الطاعم الدنيا بتصبح مخمل ناعم كلامه الطاعم يلا نسبح كلنا سالم يعني هسه انا جيت ابو غريب ولا شو؟ بيت غريب ذاته ودي لسه ناس البيت دي يعني الكوره مفتاحين الرجل بتاعنا ده الو السلام عليكم هاي سالم دليفري جدا طيب قبل لا قلت لنا من ده دي كل الكلاب دي والبيت ده ده حارس بيه شراسة دي بكونوا زي الملك سليمان ابو فاطمه وده عايز ياكل تاني اسمع الكلاب دي يا وراك ما تخاف مربوطه بالنهار وده حالتها مربوطه ايوه يا حسن عايز تربطها لانه شنو الكلاب دي لو فكتوها بتاكل النجيله انت الزول اللي بينفع معي بالمناسبه انا جربت مطاعم كثيره وما نفعت معي بطلب منهم اكل مملح لما يجوني بيقولوا في التحليه تخيل غيرتهم طوالي وقلت انتوا اخر ناس اجربكم لكن طلعت تمام جبت لي الاكل فريش اكيد الزول ده ما براو قطع الشك معه زول تاني في الجلابيه دي اكيد البيت ده مسكون ده ما زول واحد
الطلبيه جاهزه؟ ايوه جاهزه. دقيقه، الزول السمين ده لو اكل الكيس ده براه ما طق بفرقع. اتفضل. اسمع، ممكن تخفض صوت الكلاب دي شويه؟ جير منها الكوبس عليك الله. دمه خفيف. ريكس جوبز شاهي بيسمعوا الكلام. الفاتوره ايوه موجوده. تفضل. لحظه، والله الكلاب ده هيتفكك. والله موتر ما ينفع ده الا اطير بس. زوز ذاته سيدي يتنفس زي القطر. هاي بدنا عنب عنب كامل عنب. ودي شو دي؟ جوافة وتفاحة. هاي تفاحتين. هاولا باسطة كاملة بيصمت خشمة عسل ينقط. بعدين اقول منو في التلفون؟ سالم. سالم ديليفري. سالم ديليفري اسم على مسمى. شكرا يا سالم. طيب شكرا جزيلا. شكرا. خلاص هاندى عليك وقول سالم ديليفري. مع السلامه يا سالم. ايش ده؟ بالله عليك بشوف دير جدادك كامل بس ناقصك وراع بس خلف شمال. ليش شو؟ سمكة سمكة. لا 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 دي ولا ناقصك وراع ولا خلف شمال. سمكة كاملة كبيرة. بالله عليك بشوف نازل. بالله عليك سمكة زي دي كده. وقد ما قدرت تاكلها يا احمد خلاها في البحر يا اخي. يتمت عيالها وجدوا حمرتوها وبهرتوها ولفيتوها سخنتوها جبتوها هنا وما اكلتوها. هيك الله مش ببالو. تفضل. بالهنا. الله يهنيك. ليه اخوانا ده اسمها وجبه كامله بتاعت 15 ربع كده هذول ممكن يعزمون. ها؟ بس يعمل لهم شطه خضراء وكده ووراه يشربوا شاي. يا اخي ناس ما بتخاف الله سبحانه. والله ما زين. لا انا شو قلت عليك الله. سمكة كاملة وجدادة كاملة وباسطة. كوشة كوشة بتحليتها دي. ها؟ كوشة شنو دي؟ ده غدا. غدا بتاع عقد عديل واحتمال يكون فطور عروس. لا ما فطور عروس برا، فطور عريس ذاته معاه. شنو يا سالم ديليفري؟ بكشيش شوية ولا شو؟ لكنك لذيذ لذيذ وفريش. لا خليك من البكشيش. ده شنو ده؟ شنو؟ ده شنو ده؟ ده برميل النفايات. الجوا وده شنو؟ نفايات. نفايات؟ يا اخي دي وجبة كاملة ل 50 نفر، تقول لي نفايات؟ ما فاهم. دي نفايات ذرية، دي على كلمة دي نفايات؟ دي نفايات يا أخي؟ كلامك صح والله، بس دي نفايات لأنها بقت ما فريش. ما شنو؟ ما فريش. ها؟ ما فريش؟ يا اخي ده كاملة كاملة يا اخي محشية رز بس ناقصة الرجل الخلف اللفت ومعاها سمكة كاملة يا اخي بس ما طلع الا دعوم وباسطة باسطة باسطة عسل يدقط. تقول لي ما فريش؟ والله عندنا جيراننا كده والله يمسكوا لك في الليل الدوس يجيبوا لهم شطة ودكوة اللي يوروك الفريش اللي ما مسخرة. شوف شوف يا ابن عم، شوف يا سالم ديليفري، انت بتوصل لنا فريش ونحن بناكل فريش. ناس البيت ده كلهم ما بياكلوا بايت وما بياكلوا حاجة ما فريش. دي الحسي اللي قدامك دي كلها ما فريش. خلاص كنت بدل انت تاكلها انتوا هدوها الكلاب. الكلاب ذاتها بتاكل اكل خاص وفريش. خلاص يا اخي انتوا من الفريش ده جيبوا لقدركم بس وكلوا وصدقوا بالباقي. اسمع وانت دخلك شنو بالموضوع ده؟ يا اخي دخلي دخلي انه ده كده حرام يا اخي حرام. في ناس ما لاقين ياكلوا وانت جد علي اكل زي ده وتقول لي فريش وما فريش؟ نحن حميناه ياكلوا؟ ياكلوا كيف انتوا جايبين الاكل كله جايبينه هنا وجايبينه هنا وعاملين لكم بوفيه في الكوشه. انت غريب. غريب انت يا اخي منفخ ودار تطوق من الاكل وبتجدع بباقي الاكل برا.
لا لا شوف يا ابن عم تمشي ولا فكرك الكلاب دي حسي. ها؟ اسمع انا الكلاب دي اصلا مربيها للنوع الزيك ده. مش تقول لي سالم ديليفري افكرك ريكس ديليفري دي يسلمك عرقه برجلك في يدك حسي. عليك الله شنو يعني تخوفني يعني تجيب لي كلابك؟ عليك الله ما تربطني معاه هناك عشان اكل معاه فريش. يا اخي تخيل يا اخي شرايينك دي بتتسد من الفريش يا اخي. لا لا انت قليل ادب. انا؟ طيب انا هعرف اتصرف معك كويس. شنو يعني توريني يعني دار تعمل شنو يعني دار تفكرك كلابك؟ عليك الله فكه وفكرك كلابك انا خايف منها. والله العظيم انا اوري لك الفريش اللي ما بتعرف والله ما يفرزونها الا بالذنوب والصوف. لا وطعميه؟ طعميه جديده والله. اقول لك ما فريش الا طعميه والله اكثر حاجه فريش هنا. عليك الله اوريك ناس بياكلوا صحيح. تشد بالي من البراو. وناس بياكلوا من البراو. كلها ملح شنو ذاته عليك الله. سالس مالك؟ عليك الله تعال شوف ده عليك الله. عازم له ناس؟ عازم له ناس هنا قال دي الكوشه. دي الكوشه؟ التلاجة كيف؟ وانت يعني داير وعمل شو؟ ها؟ دي الناس كده اصلهم كده بياكلوا فريش بياكلوا طازع. لكن يا رئيس انت ما شفت كمية اللجن اللي خطينها في السبب بتاع الزبالة اللي قال شنو؟ قال ما فريش. انت دايرهم يعني يعملوا شنو؟ يعني كده الرطام يكتشدوها لما تبقى زي الفك لهم كربريتر. يا اخي الناس دي اصلا لو ما بياكلوا وبيفيض عن حاجتهم وبيدعوا في الكوشه نحنا نشتغل كيف؟ اذا دارت طيب غير زباين؟ دارت تطفشوا؟ يا ما اقدر كده يا رينش يا اخي. سمكه كامله بيضربها يعني زول يعني كان فكها دعوم قدامك والله. وبعدين الجداده محشيه جداده كامله بس ناقصه لها كره خلف الليفت بس محشيه بالرز وما شابه ذلك من اشياء اخرى مفيده. وما شفت التفاح وما شفت الجوافه وما شفت الطعميه وما شفت العنب وما شفت الباستا حسب ظنك الطنك الطنك مبالغه. سالم يا اخي انت دافعين الحاجات دي انت دافعين مكلفات معك حاجه يا اخي. دي الناس كده ناس بياكلوا على سعه ما يقدروا. لو ما بيكلوا ياكلوا زي ده نحن نشتغل كده. انت بتجيب لنا هذا كله طيب تودي لمنو؟ وتودي لي لان الناس دي لانهم بيدفعوا لانهم بياكلوا لانهم بيدعوا في الكوشه. انت مالك مال الشغلانه دي؟ مالك مالهم يا اخي؟ يا رئيس يا اخي ده تنظير يا اخي. ليه دار نعمه ربنا يا اخي؟ سالم انا الراجل اعتذرت له عذر حياتي ما اعتذرته لزول لانه الزبون دائما على حق. انا فرشت لي رقبتي في الواطه بس عجينه فطيره لحد ما اجيب العذرين ودي اخر مره. بعدين انت ما حصل منك حاجه زي دي قبالك دي ما حصل اشتكوا منك الزبائن نسبه لتاريخك الناصع النظيف زي صحن الصيني والبايركس المغسل. انا المره دي بعافيك لكن تاني ما تجيني منك شكوى اثناء ساعات العمل الرسميه. اثناء ساعات العمل الرسميه وده انذار نهائي. قال غير ساعات العمل الرسميه هو جيتك في غير ساعات العمل الرسميه. يعني انا خايف منه يا اخي. زول يا اخي يلعب بنعمه الله يا اخي. عليك الله عليك الله. زول قال دي برضه هيقول لي ما فريش مش بالله عليك. شوف زول ده عليك الله ما تخاف ربنا اصلي دي ما فريش دي ما فريش. ليش تطير بس طير؟ يعني انا شنو خايف منك؟ قلت ما اجيكم غير ساعات العمل الرسميه. هسه جيت غير ساعات العمل الرسميه ذاته المدير ده انا عارفه. الو ايوه انا سالم دليفري واقف برا قدام باكل. انا واقف بس انت جاي انا خايف منك يعني؟ تعال ليش يا زول ذلك؟ كوراك كامله بتاع الخروف وقول ما فريش. لكن معناها الزول ده اكل الخروف كله بس خلى الكوره دي. لا هو الزول بياكل لي خروف ده برضه ما بخاف منه. والله ما بخاف منه. وصلت يا سالم؟ سالم ديليفري واقف برا؟ انا واقف برا. ارجى اجيك الليله يا سالم. لا صعب شنو يعني؟ افتح الباب
مو افتح الباب ما افتحه. افتح الباب ليه؟ ما باب كنت افتح عليك ليه؟ افتح الباب بس يا سالم ديليفري. افتحه انت، انا خايف منك. افتحه افتحه. سالم ديليفري عايز شنو؟ ممكن اشيل الكرة دي؟ الو ساخي النار معك لو سمحت. النار معك اقوم اثنين فراخ ثلاث سلطات كبار وكثر سلطات ورسل الحاجات مع سالمة. والنبي يا سالم هدي معك فرختين وعليهم شوية رز. الله يخليك يا باش، شكرا يا سالم يا حبيبي. ما كان في الدنيا ضيق ومظالم، بس لو نسمع مرة سالم. أيوة سالم ده من زمن حالم، بس لو نسمع. ايش ما نسمع مرة سالم؟ ايوة سالم ده من زمن حالم، طيب ونزاهة حنان ومكار. يا ريت العالم تشبع سالم. ايوة سالم يلا نشبع سالم. سالم ديليفري. سالم مرقيقة عنده هو؟ مرقيقة ما عنده هو؟ بس الجول ما بخاف من زول، ما بدس الجول ما بخاف من ظالم. لو نسمع مرة كلامه الطالب، الدنيا بتصبح